المكسب هاني انا اعطيكم بجوز هاني اطرزق الله بجوزكم. السلام عليكم خويا، معكم امين. انا تم النصب عليا في هذا المكتب الوهمي. قال لك يا سيدي غيدونا الامارات، ملي غيدونا الامارات تماك غادي يقال لك العقد بالمجان، قال لك عقد في عامين، غادي نمشيو تماك ثلاث وجبات فابور، الخدمه ديال السيكيريتي 12 ساعه، وقال لك غادي نشد تما 10400 درهم. احنا ملي سمعنا لك 10400 درهم الصراحه انا تفاجئت، ملي تفاجئت صافي قلت صافي، حيت كنهضر معاه بواحد الهضره ديال المعقول. صافي قال لك غادي تجيب لينا، قال لك حق اللي ما عندوش ديبلوم غادي يخلص 1300 درهم، وشهاده العمل غادي يخلص عليها 300 درهم، وباش يقيليزيو ليه الوراق في العماله والقنصليه ديال الامارات عطيهم 700 درهم. انا كنعدد الدبلوم عندي شهاده العمل، عطيتهم غير 700 درهم باش يقيليزيو ليه الوراق في وزاره الخارجيه والقنصليه ديال الامارات. قال لك السيد ملي عطيتهم الوراق عطيتهم 700 درهم، عطيتهم الدوسي، وقال لك حقا هاد اثنين وثلاث غادي يبداو يعطيو للناس اللي دافعين في شهر 9، وانا بالنسبه لي دافع في شهر 10، قال لي غادي نعطوك في شهر 11. ودابا كنجي كنسول كنتفاجئ بان راه هادو راه نصابه وشركه، ما نقدرش نقول لك، المهم كاينين الناس بزاف هما واقفين، ما نقدرش نقول لك شحال. المهم كنطلب المسؤولين يديروا لنا شي حل، وحنا عندنا الثقه في الامن ديالنا. كلمه اخيره مسؤولين، راه حنا عندنا فيكم الثقه، ان شاء الله غادي تلقاو لينا الحل، وهذيك خينا غادي ياخذ الجزاء ديالو ان شاء الله. 5000 درهم شي اسبوع عليك، 3000 درهم كل واحد واش اسبوع عليك؟ انت باش تجي تعاون ينصبوا عليك به. انا باغي اخويا هو خليهم يمني لي هو تشوفوا هو نصبوا علينا ولا دلا حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا اخويا معنا الكوميساريه ونشوفوا القضيه بينا. درهم التالينا مشينا نصب علينا، بقى كيقول لنا غدا بعد غدا غدا بعد غدا كيوهمونا بان غادي يعطينا ديبلوم فهمتيني، وغادي يدونا بان غادي نخدموا ب 10400 درهم، وتزقنا ما كاين لا 10000 لا والو. الناس نصبوا على البنات اللي معاهم هما، البنات مسافرين هما غدا حيه اللي خدامين في المكتب، وهاد السيده دابا انا ودانا خويا رزقنا ندانا كلشي بان طلعنا بعد الحاجه، وهاد الحاجه ما كاينه والو، مكتب وهمي ما كاين حتى شي حاجه. كاين لا رقابه ولا والو، دابا هذا هو اللي فاش يبقى فيك الحال، ما كاينش رقابه شي سونطه اللي غتجي تراقب هاد الناس هادو، ما كاينه هذا فاش يبقى فيك الحال. المخزن هو اللي يجي يتحمل المشكل. خلصتو؟ وانا خلصنا فلوس، انا كل 1500 درهم 40000 ريال 60000 ريال. يا الدراري هذا غير نسبة قليلة، نسبة قليلة اللي ما عارفش بالناس هو نسبة قليلة اخويا فهمتيني. إذا الناس كامل اخويا حنا غادي نتابعوا السير قانونيا للشيء هذا.